في مدينة عمان، وقد غطى المسجد بجميع ساحته وأروقته ورحابه بجموع غفيرة من الأخوة المصلين المؤمنين من أبناء الأسرة الأردنية الكريمة الذين جاءوا في هذه الأمسية المباركة من أماسي رمضان المبارك لكي ننصت جميعا بكل خشوع وإيمان وقدسية إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يرتلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Thank you.
تعلمون الله بدينكم والله
يمنون عليك أن أسلموا بسم الله الرحمن الرحيم
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فهل ترونه من باقية وجاء Yeah.
بعد كده. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Boop, boop, boop.
أكرمك الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا وَيَتَجَنَّبُ
ونجنا من عذابها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى صحف بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء Allah'ım.
مجموعة تسجيلات الأخوان حمود وسعود صالح، مكتبة الجامعة الحسينية عمان، هاتف 37 547.